باذن الله المرات الجايه. مبروك الفوز نواف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. مبروك للجميع، مبروك للجماهير الهلاليه، ارضك جميع النصراويين، هدوا مباراه كبيره. مبروك الفوز محمد. الله يبارك فيك. الحمد لله، الحمد لله على الفوز. عندنا قدم مباراه جميله، معزمين نادي النصر، والحمد لله قدرنا نفوز هذه المباراه. مبروك الفوز. الفوز هذا جاب مجهود مين؟ والله طبعا مجهود الجميع، ما تقدر تقول مجهود لاعبين او اي كلام، مجهود الجميع، والحمد لله قدرنا نتوفق. مبروك الفوز. الله يبارك بسمو الملكي الامير عبد الرحمن بن مساعد. فيصل ابو اثنين من يد صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن فهد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعايه الشباب ورئيس الاتحادين العربي والسعودي لكره القدم، يتسلم كاس بطوله الامير فيصل العربيه 11 للانديه ابطال الكؤوس. مبروك للهلال. وفيصل ابو اثنين يرفع الكاس عاليا، والكاس السعوديه للمره الاولى في تاريخ البطولات العربيه للانديه ابطال الكؤوس. الف مبروك للهلال. والصور التذكارية بين قائد الهلال وبين راعي اللقاء. راضين بقضاء الله وقدره، والحمد لله الله وفقنا وجبنا الهدف الذهبي. تأخر الحسم الهلالي، هل هناك خطة تبعوها بعد تقدمهم من المدرب؟ زي ما شفت الهدف التعادل النصراوي جاء من الكره الارض مبتله، فعشان كذا جاء الهدف. يمكن اثر علينا شوي الهدف لان المفروض ما كان يجي، بس الحمد لله ابطال ورجال ورجعوا استلموا زمام المباراه وحققوا الكاس الحمد لله. سمو الامير، سمعنا بعض الاخبار ان المدرب الروماني يوردينسكو عاد للرياض، هل سيتولى مهام تدريب الهلال؟ والله انتم سمعتوا، بس يعني مو وقت ان احنا نناقش هالمساله. شكرا لكم يا اخوان. الف الف مبروك سمو الامير بن كابتن محمد. الف مبروك الفوز كابتن محمد. يعطيك العافيه. جود جود. بسم الله اول شيء الحمد لله، والله يبارك فيك. وش تقول عن مباراه كابتن محمد؟ تاخر الحسم الهلالي فيها. والله المباراه محسومه من اول، لكن الظروف والهدف اللي جاء غلطه مننا، ان اللي مدينهم اياه، والحمد لله ان جبنا الهدف الذهبي، خلصنا بهدف ذهبي كما عودنا رجال الهلال الحمد لله. الف مبروك. الله يبارك فيك. ألف مبروك كابتن فهد. الله يبارك فيك. الحمد لله على كل حال، الكل شاهد مباراة كبيرة بيننا وبين شقنا نادي النصر. أنت عن الجمهور اللي حاضر هذا اليوم، ونقول للفريق النصراوي هارد لك، والجمهور اللي ما يقول هذا يعني مبروك، وهذا يعني شيء بسيط نهديه لهم، وعندنا إخلاص ولا نادينا، والحمد لله رب العالمين. ما عندي شيء أقول أكثر من كذا. ألف مبروك كابتن محمد أيان. الله يبارك فيك. كابتن محمد، ودنا تحدثنا عن الهدف اللي سجل في مرماك. والله طبعا كرة معكوسة من ناصر حلو لاعب النصر، وأعتقد الحمد لله ضامنها يعني، وتكلمت مع كابتن فيصل أبو اثنين، لكن طبعا الجمهور والصجة اللي في الملعب أعتقد أنه ما سمعني يطلعها، لكن قضاء الله وقدره أنه حطه. وأداء الهلال؟ أداء الهلال طبعا من بداية المباراة، يعني لو خسرنا المباراة هذه حرام أعتقد أننا نطلع يعني خاسرين في هذه المباراة. احنا اللي سجلنا الهدف بأنفسنا، احنا اللي جبنا الأهداف، أعتقد الثلاثة كلها احنا اللي جبناها اليوم. ألف مبروك مرة ثانية. شكرا.